قمة بين الرئيسين ترامب وبوتين في هلسنكي، وترامب يقلل من سقف التوقعات بشأن نتائج القمة. الرئيس السيسي يؤكد أهمية تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم الاقتصاد المصري. الجيش السوري يعلن السيطرة على تل استراتيجي مطل على هضبة الجولان المحتل. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة قناة النيل الأخبار. تحية لكم. انطلقت فعاليات القمة الأمريكية الروسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي. ومن المقرر أن تتطرق هذه القمة بين الرئيسين إلى كافة نقاط التوتر الكبرى بين البلدين. وتتمتع فنلندا بتاريخ طويل في استضافة قمم سوفيتية أمريكية وروسية، وذلك بسبب موقعها الجغرافي وحيادها المعروف. وخلال اجتماعه مع بوتين في هلسنكي، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع روسيا، بعدما قال إن حمق وغباء واشنطن في فترة سابقة تسبب في علاقات عدائية مع روسيا. أكد ترامب أنه كان دائما على مدار الأعوام الماضية وخلال حملته الانتخابية يتحدث عن ضرورة إقامة علاقات ودية مع روسيا، وأن تعزيز العلاقات هو أمر محمود وليس مكروها، متوقعا أن تقيم الولايات المتحدة علاقة استثنائية مع روسيا في المستقبل. أعتقد أن العالم يتطلع لرؤيتنا معا، فنحن قوتان نوويتان كبيرتان ونمتلك 90% من القوة النووية، وهذا ليس شيئا جيدا بل شيئا سيئا، وأعتقد أننا نستطيع أن نفعل شيئا حيال ذلك، لأنها ليست قوة إيجابية بل إنها قوة سلبية، ولذلك سنتباحث بشأن ذلك مع العديد من القضايا الأخرى. أعتقد أننا نمتلك الكثير من الفرص معا، لم تكن علاقتنا جيدة في السنوات الأخيرة، ولكنني أعتقد أنه سينتهي بنا المطاف بعلاقات استثنائية. لدينا الكثير من القضايا المهمة للتباحث بشأنها، ولقد تباحثنا في كل شيء بدءا من التجارة وحتى الأمور العسكرية والصواريخ والسلاح النووي والصين، ولقد تحدثنا قليلا حول الصين وصديقنا المشترك الرئيس الصيني. تحية لكم مشاهدينا الكرام من جديد، وبانوراما النيل ما زالت تتواصل معكم على شاشة قناة النيل الأخبار. قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إنها لو كانت صحفية فإنها ستطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديدا من يعتبرهم أصدقاء بالنسبة له. كانت موغيريني ترد على التصريحات التي أدلى بها ترامب لإحدى الشبكات التلفزيونية الأمريكية، حيث وصف الاتحاد الأوروبي أقرب حلفاء أمريكا بأنه عدو، وذلك في أعقاب حضور ترامب قمة حلف شمال الأطلسي، حيث انتقد وبشدة المفوضية الأوروبية بشأن الإنفاق الدفاعي ليؤكد لاحقا التزامه بالتحالف العسكري. كما تعلمون، لو أنني كنت صحفية لربما سأطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمن يعتبرهم أصدقائه. نحن نعلم تماما من هم أصدقاؤنا. الولايات المتحدة قد أكدت مرارا أن التغيير في الإدارة لا يغير الصداقة بين البلدان والشعوب. نحن نعتبر الولايات المتحدة أصدقاء مقربين وشركاء، لكن لدينا أصدقاء كثيرون حول العالم، كندا وكوريا الجنوبية واليابان، وسنوقع غدا اتفاقية تجارة مع اليابان وأستراليا ونيوزيلندا، واليوم وغدا سأستضيف هنا في بروكسل اجتماع وزراء خارجية جميع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريب وإفريقيا، لذا فإننا نعي تماما من هم أصدقاؤنا، ونأمل أن تكون لدى الإدارة الأمريكية أفكارا واضحة حول من هم أصدقاؤها كذلك. متابعة لهذا الملف ينضم إلينا في استوديو قناة النيل الأخبار الأستاذ السيد هاني نائب رئيس تحرير الجمهورية والكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة ريهام.
يعني طبعا بداية هذه القمة المهمة، القمة الأمريكية الروسية، من وجهة نظرك إلى أي مدى بترسم شكل العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل يعني التضارب لدى الاتجاه الأمريكي لدى دونالد ترامب بشكل خاص، أنه بيعتبر روسيا في بعض الأحيان العدو، وفي بعض الأحيان الأخرى بيطالب بعودتها إلى مجموعة الثمانية؟ دونالد ترامب ذهب إلى هذه القمة للتهدئة مع الجبهة الروسية بعد أن فتح حروب على عدة جبهات متعددة، حرب تجارية مع الصين، حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي، مع كندا، مع المكسيك، فتح جبهات كثيرة، وهناك أيضا ما زالت الأزمة الكورية ما زالت مفتوحة، لم تصل إلى أي نتيجة، كذلك البرنامج النووي الإيراني، كل هذه الجبهات يحارب فيها دونالد ترامب، لذلك أراد تهدئة الجبهة الروسية على أمل أنه ما يبقاش بيعادي العالم كله، ولكن هناك مصلحة مشتركة لانعقاد هذه القمة من الجانبين، لم يذهب لتبادل التحيات، وإنما هناك مصلحة مشتركة دفعت كل منهما للذهاب إلى القمة. طيب فيما يتعلق أيضا بذهابه كما ذكرت إلى هذه القمة، هناك بعض الآراء التي تجد أنه مقيد بسبب المزاعم الخاصة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، إلى أي مدى بتتفق مع هذه الآراء؟ قصة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية هي بالدرجة الأولى تخضع للصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هي بصورة عامة وبصورة أشمل لا نستطيع أن نقول أنها بتهدد الأمن العالمي، كما أننا بنرى هناك تحديات خطيرة بتهدد الأمن العالمي، والتي نأمل أن القمة تجنب هذه المخاطر. إذا عدت للحديث عن المصالح المشتركة أو المصلحة التي دفعت كل زعيم منهما للذهاب إلى هذه القمة، بنجد أن بوتين بيأمل رفع العقوبات المفروضة على روسيا منذ الأزمة الأوكرانية في عام 2014. هذه العقوبات الاقتصادية أثرت بشكل كبير جدا على المواطن الروسي، وإن كانت لم تمس المصالح الاستراتيجية لروسيا ولم تمس برنامجها للتسلح، ولكن على المستوى الاقتصادي الداخلي ألحقت أضرار كبيرة بالمواطن الروسي. لذلك بوتين بيأمل الوصول إلى مصالحة مع ترامب تدفعه إلى رفع هذه العقوبات. أما بالنسبة لترامب فهو يحاول خفض حدة التوتر مع روسيا بعد أن استطاع بوتين أنه يحقق قفزة في مستوى التسلح للجيش الروسي، حتى أنه في خطابه المشهور يوم الأول من مارس هذا العام 2018 أعلن عن برنامج تسليح جديد، قال أن روسيا الجيش الروسي أصبح قوة عسكرية لا تقهر، وأن روسيا سوف ترد عسكريا على أي عمل يهدد مصالحها، وأنها سوف تدافع عن حلفائها إذا ما تعرضوا لأي هجوم نووي. هو يعني كان بيقول هذا الكلام وهو داخل على معركة انتخابية، بعض المحللين تصور أن هذا الكلام مجرد دعاية انتخابية عشان تعمل له شعبية في الشارع الروسي، ولكن حقيقة الأمر هو عرض هذا البرنامج الجديد من التسلح. وجدنا غواصات نووية متطورة جدا بتعمل بالوقود الصلب، صواريخ متطورة جدا، مدرعات متطورة جدا، كذلك الطائرة T-50 التي تعتبر هي مفاجأة الطيران العسكري، لأنها بتحلق على ارتفاع 80,000 قدم، بتسير بسرعة 16 مرة سرعة الصوت، تستطيع أن تصل من روسيا إلى أي منطقة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 35 دقيقة والعودة خلال 22 دقيقة فقط بدون التزود في الوجود القوي. هذا التطور الكبير في التسليح الروسي أزعج الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما أنه تواكب مع عسكرة بحر الشمال. بدأ بوتين يبعث بسفن حربية ومدمرات وغواصات إلى بحر الشمال، بدأ حلف شمال الأطلنطي يبعث له برضو غواصات وسفن حربية، وبعد مرور 3 أيام فقط من هذا الخطاب الذي ألقاه أرسل الحلف الأطلنطي غواصتين نوويتين قادرة على حمل ضرب
كل الأراضي الروسية بالصواريخ المجنحة. نعم. عسكرة بحر الشمال، زائد هناك مخاطر كبيرة في مواقع يمكن أن تحدث فيها اشتباكات حتى ولو عن طريق الخطأ، لأن في شرق البحر الأبيض المتوسط في سفن حربية روسية وأمريكية وتابعة لحلف شمال أطلنطي، كذلك الوضع في كذا منطقة في العالم. هذا التوسع أو هذا التعاظم في النفوذ الروسي الذي بدأ يتوسع على مستوى العالم سواء في بحر الشمال أو في شرق أوروبا أو في الشرق الأوسط، نعم، أزعج الولايات المتحدة الأمريكية فدفع ترامب لمحاولة نزع الفتيل. طيب إذا ما تحدثنا أيضا أستاذ سيد عن الملفات المطروحة خلال هذه القمة، ملفات وقضايا مهمة على رأسها الصراع في سوريا، من وجهة نظرك وبعد هذه القمة ما هو السيناريو الأقرب تنفيذه في ظل رغبة ترامب بالانسحاب من سوريا وذلك وفقا لتصريحات سابقة؟ هبدأ من الآخر. فضل. بالنسبة للانسحاب من سوريا، ترامب أعلن ده في أوائل هذا العام، لأنه قال والله إحنا أنفقنا في الشرق الأوسط 7 تريليون دولار ومش عايزين ننفق أكتر من كده، فأعلن أن هو هيسحب قواته وهم حوالي 2200 ضابط وعسكري وكلهم معظمهم مستشارين يعني، إلا أنه البنتاجون والقادة العسكريين الأمريكيين رفضوا هذا الاقتراح ونصحوا بالبقاء في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان، وبالتالي هو مش هينسحب من سوريا. ولكن الأزمة السورية ككل لا تأتي على أولويات الحكومة الأمريكية، لأنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية الاستقرار في سوريا. السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط تقوم بالدرجة الأولى على خدمة المصالح الإسرائيلية. الوضع الآن في سوريا هو وضع مثالي بالنسبة لإسرائيل، كل ما تريده إسرائيل فك الارتباط، نسف الحلقة اللي بتربط إيران بنظام الرئيس بشار الأسد بحزب الله، وهذا ما يسعى له نتنياهو، وسافر إلى موسكو عدة مرات وعقد لقاءات متوالية مع الرئيس بوتين على أمل أنه يجتذب الموقف الروسي إلى جانبه أو يحيد روسيا بين إسرائيل وبين إيران. نعم. طيب إذا ما تحدثنا أيضا عن القضية الفلسطينية، يعني منذ عدة أيام التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس محمود عباس أبو مازن وبرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، إلى أي مدى يمكن أن يكون لموسكو دور في هذه يعني في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال الفترة القادمة؟ تحرك في القضية الفلسطينية بيتوقف بالدرجة الأولى على الجانب العربي. طالما ظل الوضع العربي على ما هو عليه لن يتحقق أي تقدم في حل القضية الفلسطينية، وطالما ظلت حالة الانقسام داخل المجتمع الفلسطيني بين فتح وحماس ستظل أي جهود تبذل لحل القضية الفلسطينية بمثابة نفخ في قربة مقطوعة. يجب أولا المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، بناء موقف عربي قوي يستخدم الإمكانيات العربية للدفاع عن القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق العربية، ولكن لا يجب أن ننتظر وليس من حقنا أن ننتظر من بوتين أو ترامب حل القضية الفلسطينية. بوتين بيخدم مصالحه، وهناك صداقة بين بوتين وبين نتنياهو، لأن بوتين عايز يستخدم نتنياهو في لحظة معينة لضرب الوجود الإيراني في سوريا. بوتين مش عايز يصطدم مع إيران، لأن إيران تمتلك جيش قوي، تمتلك أسلحة، تمتلك ميليشيات، تمتلك وسائل كثيرة على الأرض السورية. كنت عايز أسأل حضرتك فيها مسألة التمدد الإيراني، هيكون الموقف إيه خلال هذه القمة؟ موضوع التمدد الإيراني في سوريا هو موضوع مؤجل شوية، لأنه والإيرانيين قالوا والله إحنا مش هنخرج إلا بالتنسيق مع الرئيس بشار الأسد ومع الرئيس بوتين، وطبعا المسألة لسه قدامها وقت. ولكن يعني علشان نبقى منطقيين، البعض بيتصور أنه ترامب سوف يطلب من بوتين الضغط على إيران عشان تخرج من سوريا، هذا كلام غير منطقي وغير واقعي بالمرة. زي ما ترامب راح الصين قالوا ده ترامب هيطلب من الصين تضغط على كوريا الشمالية عشان تتخلى عن سلاحها النووي، هذا كلام غير منطقي. عايزين نبقى منطقيين، الحل الأزمة السورية، حل الأزمة الفلسطينية، حل أي أرض عربية لن يتحقق إلا بإرادة عربية مشتركة وتضامن عربي. الكل يعمل على خدمة مصالحه، الولايات المتحدة الأمريكية بتخدم مصالحها، بوتين بيخدم مصالحه. أهم مصالح بوتين هو استعادة نفوذ الاتحاد السوفيتي القديم في مناطق النفوذ التقليدية اللي كان موجود فيها، وأهمها منطقة الشرق الأوسط. نعم.
بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ السيد هاني نائب رئيس تحرير الجمهورية والكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية. شكرا لحضرتك يا فندم على هذه المشاركة. أشكرك أستاذ ريحان. شكرا يا فندم لحضرتك. والآن مشاهدينا نتابع معا الكلمة الخاصة بالمبعوث الأممي في مجلس الأمن للشأن الليبي السيد غسان سلامة. نتابع معا هذه الكلمة الآن. الوقت المحدد له سيدي الرئيس، نحن في حاجة إلى إطار دستوري لكي نصل إلى الانتخابات ولكي تنتهي الفترة الانتقالية، ومنذ إحاطتي الأخيرة فلقد اشتركت في مداولات وفي مشاورات واسعة النطاق بشأن كيفية إقامة دستور جديد للبلاد. وإذا تحدثت مع كبار القضاء الليبيين وكذلك الخبراء الدستوريين من الجوانب كافة وكذلك مع الشعب الليبي من خلال المؤتمر الوطني، وكل من الخبراء والشعب يتفقون على أنهم في حاجة إلى إطار دستوري واضح كأولوية وطنية، ولكن هناك انقسامات بشأن الطريقة والوسيلة. الكثيرون يرغبون في أن يروا استطلاعا للرأي بشأن مسودة الدستور الراهن، بينما يرفض ذلك آخرون رفضا قطعيا. يا لها من قضية جد معقدة، وليس هناك من حلول سهلة. وبسبب هذا التعقيد على وجه الخصوص ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحلى بالوحدة، و بمجرد أن نصل إلى توافق معقول بشأن آراء الليبيين فإننا نعمل على ذلك. وعلى المجتمع الدولي أن يساند الرؤية الليبية بكل قوته، فحتى إذا ما اختارت دولة عضوة واحدة أن تشذ عن السرب فإن ذلك قد يضر بالعملية برمتها. سيدي الرئيس، إن الاستعدادات الفنية تسير على قدم وساق لإقامة الانتخابات بنهاية هذا العام، وهناك ترتيبات أمنية انتخابية بما في ذلك من خلال وحدة مقامة حديثا لهذه المسائل داخل وزارة الداخلية. وبينما هناك هجمات إرهابية على اللجنة العليا للانتخابات والتي قد أودت بكثير من مقارها، يسعدني أن أقول لكم وأن أزف لكم أنه في 12 يونيو قد منحت اللجنة مكانا جديدا، وهناك الكثير من العمل الذي بانتظارنا لكي نجهز هذا المكان وعليه. فنحن في حاجة إلى جهود متضافرة من الأمم المتحدة والحكومة وكذلك شركاء الدوليين لتجديد المباني ولاستبدال الكثير من الأشياء التي دمرت. ويسعدني أنه بالأمس فإن حكومة الوفاق الوطنية قد وافقت على 66 مليون دينار ليبي لتمويل الانتخابات. سيدي الرئيس، إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض جزاءات على 6 من قادة الشبكات التي تتجر تجارة غير شرعية في البشر إنما هي خطوة إيجابية باتجاه المساءلة عن الاستغلال وعن انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن هذا التقدم وعلى الرغم منه فهناك الكثير من الإفلات من العقاب، ومن حالات الإفلات من العقاب في ليبيا، ولا يزال المدنيون يتحملون الفاتورة، فاتورة تصاعد أعمال العنف والقتال التي شهدتها ديرنا. وهناك الكثير من الشواغل فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعدام والقبض وإلقاء القبض على أشخاص بدون محاكمة. وإنني أكرر هنا على مسامع كل الأطراف المتورطة في هذا النزاع بأن أتخذ كل التدابير الاحترازية الممكنة لحماية المدنيين ولضمان العناية بهم. وكما هو الحال في مناطق أخرى من ليبيا اندلع فيها أعمال العنف، فإن منسق الإنسانية للأمم المتحدة وشركاء الأمم المتحدة يقدمون كل المساعدات الإنسانية ممكنة. وعلى الرغم من تعويق إمكانية وصول المساعدات الإنسانية فالمواد المنقذة للحياة قد قدمت مثل الأدوية من جانب منظمة الصحة العالمية وكذلك المساعدة للنازحين بما في ذلك ألف مجموعة معدات للأطفال. ونحن في حاجة إلى مزيد من المساعدة لا سيما في مضمار الصحة والعمل للتطهير من الألغام. وفيما يتعلق ببعض المدن الصغيرة فنحن في حاجة إلى مزيد من العمل من أجل تهيئة المجال للعودة الآمنة والكريمة للنازحين. وبداية هذا الشهر فإن الفرق العاملة على نزع وعلى التطهير من الألغام سيسمح لها ببداية عملها. إن الوضع الراهن للنازحين ليس مستداما سواء كان ذلك من ناحية المالية أو ناحية السياسية، وذلك نظرا للافتقار إلى الموارد اللازمة لدعمهم، وينبغي أن يمنحوا الحق في التكامل والاندماج في مجتمعاتهم المضيفة. في الوقت نفسه نبذل الجهود لتيسير عودتهم، وليبيا تحتاج إلى معالجة كل الآثار المدمرة التي شهدتها الخدمات العامة، والأمم المتحدة تعمل مع السلطات الليبية لمعالجة هذه التحديات، ولكن بدون
قرار لمعالجة الآفات والأدواء الاقتصادية فإن هذا لن يتحقق. إن وضع حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية للمهاجرين والنازحين ومطالبي اللجوء لا تزال قاسية، ونحن في حاجة، وهناك الكثير من الجهات غير الرسمية التي لا يمكننا أن نتواصل إليها. سيدي الرئيس، السادة أعضاء مجلس الأمن، أنا ممتن جدا للدعم المتواصل من جانبي أعضاء مجلس الأمن وكذلك الدول الأعضاء الرئيسة التي تعمل بشكل جاد وعلى قدم وساق لدعم هذه الأذى الوضع في ليبيا. وأنا أرحب بالسيدة ستيفاني ويليامز نائبتي الجديدة. الوضع الراهن في ليبيا لا يمكن أن يستمر. البلد في الحقيقة بات يعاني ويغرق في أزمة وهي متمثلة في الهلال النفطي، وهذا قد يؤدي إلى الانهيار الاقتصادي وإلى انهيار الخدمات العامة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من العنف في ذلك البلد الذي لا تزال فيه تلوح فيه الأعمال الإرهابية والتي يتحين فيها المجرمون الفرص للاتجار في المهاجرين ولتجنيد المرتزقة الأجانب. كل ذلك يحتاج منا إلى الاتحاد من أجل دعم الشعب الليبي وكذلك من المجتمع الدولي ومن هذا المجلس والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية الشريكة، وشكرا. أشكر السيد سلامة على هذه. والآن سألقي إحاطة بصفة ممثل رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار. تابعنا معنا مشاهدين الكرام كلمة السيد غسان سلامة المبعوث الأممي في مجلس الأمن للشأن الليبي. والآن نتابع معا مشاهدين ونواصل البانوراما الإخبارية لهذه الساعة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الاستمرار في جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربية، مشيرا إلى أهمية دورها في تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض بالصناعة الوطنية وسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية وتصدير فائض الإنتاج، بجانب الدور الأساسي لهذا القطاع في تطوير المنتجات العسكرية لتغطية احتياجات القوات المسلحة. خلال لقائه وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار، وجه الرئيس السيسي بضرورة تعزيز التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وكبرى الشركات العالمية المتخصصة بما يؤدي إلى امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في مصر، ويفتح المجال أمام آفاق جديدة في الصناعة تستند إلى القدرة على الابتكار والتطوير بالإمكانات المحلية، فضلا عن المساهمة في تحقيق انطلاقة صناعية وإنشاء مشروعات متطورة تكون بمثابة قاطرة للاقتصاد المصري. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه شقيقه الأمير قصي وجه الدين ونجلاه الأمير صادق جعفر الصادق والأمير طه سيف الدين والسيد مفضل حسن ممثل سلطان البهرة بالقاهرة. رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلطان البهرة مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة وانفتاحها الدائم على كافة الأديان والطوائف، موجها الشكر لسلطان البهرة على الجهود التي يبذلها في ترميم المساجد ومقامات آل البيت في مصر. ومن جهته أشاد سلطان البهرة بما حققته مصر من نجاح وتقدم على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا اهتمامه على العمل والاستثمار في مصر. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع أعضاء المكتب الفني والمتابعة والاتصال السياسي بمجلس الوزراء في إطار اهتمامه بمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الحكومة الذي تم تقديمه للبرلمان وتذليل أي عقبات خلال التنفيذ. خلال الاجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء على الدور المهم لأعضاء المكتب الفني في متابعة تنفيذ برنامج الحكومة بكل الوزارة، وكذلك التكليفات الرئاسية والتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، مضيفا أن فريق عمل مجلس الوزراء يعمل حاليا كفريق عمل واحد ومهمته وهدفه هو خدمة الوطن بعيدا عن الأسلوب الروتيني والبيروقراطي في العمل.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تهدف من خلال الإجراءات الإصلاحية بالقطاع الطبي إلى إحداث تحسن سريع وملموس يشعر به المواطن في قطاع الصحة وضمان التعليم والتدريب الطبي المستمر، وذلك لكافة مقدمي الرعاية الصحية بما يعزز مكانتهم الإقليمية والدولية وتحسين الصورة الذهنية لمقدمي الرعاية الصحية. خلال لقائه مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، شدد مدبولي على ضرورة العمل على خفض معدلات النمو السكاني بما يسهم في رفع النمو الاقتصادي للدولة. من جهتها عرضت وزيرة الصحة تقريرا حول الإجراءات الإصلاحية للقطاع الصحي للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، ويتم تنفيذها بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 18 مليارا و200 مليون جنيه. وافق مجلس النواب وبشكل نهائي وبأغلبية الثلثين في جلسته العامة اليوم على مشروعات القوانين الخاصة بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام. كما وافق مجلس النواب وبشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لعام 1971 بشأن هيئة الشرطة. وقد وافق المجلس كذلك وبشكل نهائي خلال جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وقانون الجنسية المصرية. في الوقت ذاته وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل، وفي الوقت نفسه وافق مجلس النواب نهائيا على مشروعي قانونين بتعديل قانون الضريبة على الدخل وقانون إنشاء صندوق مصر. عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم لقاء مع الملحقين العسكريين وزوجاتهم المرشحين للعمل في مكاتب وزارة الدفاع بالخارج، وذلك بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية في إطار الدورة التدريبية الخاصة بهم. خلال اللقاء أشار وزير الخارجية إلى طبيعة المهام والأعباء الملقاة على عاتق كل من يمثل الدولة المصرية والمجتمع المصري بالخارج أيا كانت الجهة التي ينتمي لها في الحكومة، لما تنطوي عليه هذه المهمة السامية من تضحية وتفان في الدفاع عن المصالح المصرية. بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أعمال تنسيق للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2018 الذين تم إعلان نتائجهم يوم الخميس الماضي. تستمر أعمال المرحلة الأولى حتى يوم الجمعة المقبل. المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للحاصلين على الثانوية العامة تنتهي في 7 مساء الجمعة. هذا ما أعلنه مكتب تنسيق القبول بالجامعات الذي أكد أن التنسيق إلكتروني من خلال الجامعات أو من أي مكان، وطالب بالتدقيق عند تسجيل الرغبات. المطلوب منك أن أنت تدخل رغبات بانتظام بترتيب تراعي المنطقة ألف اللي أنت فيها، المنطقة به الأقرب لك، المنطقة جيم اللي هي بتبقى عموم الجمهورية، وأنت تبقى عارف أن أنت لو عايز كلية معينة فتعرف ان في اقاليم، عشان ما تجيش بعد ما تخلص وتطلع نتيجه المرحله بتاعتك تيجي تقول ده في كليه في المكان الفلاني انا كان ممكن اروحها. لا، انت مفتوح لك خلال مرحلتك انك تعدل، انك تبدل. اخر تسجيل بالنسبه لك هو التسجيل المعتمد بالنسبه لنا اللي هيتم عليه التوزيع. وحرص كثير من الطلبه على تسجيل رغباتهم بالجامعات برفقه اولياء امورهم في لحظه حاسمه تستحق التأني في الاختيار. اسمي سلمى جمال محمد منصور وجايبه 405.5 وناويه ان شاء الله ادخل كليه ألسن ان شاء الله، لانها كليه مجالاتها واسعه واللغه دلوقتي هي الحاجه المطلوبه جدا. طب روحيت ألسن يعني اللي هي بقى هي في الشفه الصحي خلاص مفيش مشكله بالنسبه لي. انا قلت اقتصاد فيت، لا بابا خليها ألسن كده عشان لغات وكده، خلاص ماشي مفيش مشكله. حسين قصة مفعمة بالأمل لشاب متفوق صاحب المركز الثاني لمدرسة المكفوفين، يقول بأنه يتمنى دراسة علوم البحار في طوكيو أو أن يكون سفيرا من خلال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. هو دلوقتي أنا كاتب سياسة اقتصاد لأنها عشان يعني عشان ما يضيعش عليا الموضوع السنة أو كده، لكن أنا إن شاء الله هقدم في الأيو سي في اقتصاد وعلوم سياسية برضه الأيو سي، أو إن شاء الله هروح سفارة
اليابان، وإن شاء الله أدرس علوم بحار أو بيئة في جامعة طوكيو. ده لو يعني لو دول ما جوش إن شاء الله هرجع هنا جامعة القاهرة يعني. فطبعا السياسة والاقتصاد أنا قدمت فيها لأنها أولا كلية يعني تحترم على الوزن الثقافي والسياسي والفكري. وبدأت المرحلة الأولى للتنسيق الاثنين بحد أدنى 96.1% للشعبة العلمية و93.9% لشعبة الرياضة و80% للمجموعة الأدبية. 5 أيام هي عمر المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لطلبة بذلوا ما بوسعهم لبلوغ الأماني، لكن البدائل لابد أن تكون حاضرة في مرحلة تستحق التدقيق. من معمل التنسيق الإلكتروني بجامعة القاهرة، محمود العزالي، النيل. أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الأزهرية وقسم الضباط المتخصصين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اليوم بمقر الأكاديمية، وذلك بحضور قيادة الأكاديمية. ولكن هيتم فقط متابعة نتائج الاختبارات المختلفة، اللائحة اللي بتنظم اللي صدرة من السيد وزير الداخلية بالنسبة لدرجة التحريات هي بتوصل للدرجة الرابعة اللي هي أولاد العم أولاد الخال. بالنسبة للبنات هو في دراسة متأنية لازم تتم في هذا المجال، لأن طبيعة عمل المرأة وعادات وتقاليد المجتمع المصري ومدى الاحتياج الفعلي للعنصر النسائي في مجال العمل الأمني ده كل ده بيترنت. ولكن هيتم فقط متابعة نتائج الاختبارات المختلفة، اللائحة اللي بتنظم اللي صدرة من السيد وزير الداخلية بالنسبة لدرجة التحريات هي بتوصل للدرجة الرابعة اللي هي أولاد العم أولاد الخال. بالنسبة للبنات هو في دراسة متأنية لازم تتم في هذا المجال، لأن طبيعة عمل المرأة وعادات وتقاليد المجتمع المصري ومدى الاحتياج الفعلي للعنصر النسائي في مجال العمل الأمني ده كل ده قال التلفزيون السوري اليوم إن الجيش السوري أعلن السيطرة على تل استراتيجي مطل على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. أضاف أن الجيش سيطر على تل الحارة في ثاني يوم من هجوم كبير للسيطرة على المناطق المتبقية في جنوب غرب سوريا من يد مقاتلي المعارضة، وهي مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل. من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش السوري اليوم من السيطرة على 4 قرى بريف درعا الشمالي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية فيها. يأتي ذلك فيما يواصل المئات من مقاتلي المعارضة السورية وأسرهم مغادرة مدينة درعا على متن حافلات تنقلهم إلى مناطق تحت سيطرة المعارضة في الشمال بموجب اتفاق استسلام تم التوصل إليه الأسبوع الماضي. طهرت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني مديرية خب الشغف التابعة لمحافظة الجوف من 100 لغم وعبوة ناسفة تقريبا، والتي كانت قد زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية قبل دحرهم من المديرية. قال الجيش اليمني إن الفرق الهندسية تمكنت من انتزاع وتفكيك قرابة 100 لغم وعبوة ناسفة متنوعة الأحجام والمهام. كانت الميليشيات الموالية لإيران قد زرعتها على جانبات الطرق الرئيسية والفرعية والشعاب والمزارع. وأضاف الجيش أكثر من 10 أسر في خب الشعف وعدد من المناطق المجاورة لها قد تعرضت لمخاطر انفجارات هذه الألغام أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد تحريرها من الميليشيا، والتي عكست مستوى الحقد الذي تكنه الميليشيا لأبناء الشعب.
نفذت قوات التحالف العربي في اليمن عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والغذائية إلى أهالي شمال مديرية التحيتة في محافظة الحديدة غربي اليمن للتخفيف من وطأة معاناة المدنيين هناك. بهدف التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية لأهالي شمال مديرية التحيتة غربي اليمن، نفذت القوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على أهالي شمال التحيتة بمحافظة الحديدة للتخفيف من وطأة معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمرون بها، وذلك عبر المظلات التي تستخدم تقنية جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات. تضمنت المساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 13 طنا من المواد الغذائية والمياه المعدنية والتي تم إسقاطها واستفاد منها أكثر من 1700 يمني. ويتميز جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات بأنه تقنية حديثة تستخدم في مجال إسقاط المساعدات عبر تحديد دقيق وسهل للمواقع المستهدفة بالمساعدات الإغاثية ومن ثم إسقاطها لتصل إلى المستهدفين، ويعتبر من أحدث الوسائل المستخدمة حاليا في مجال العمل الإنساني والإغاثي أثناء الحالات الطارئة. وجاءت عملية إسقاط المساعدات الإغاثية على أهالي الحديدة ضمن حملة المساعدات الإماراتية العاجلة على أهالي المناطق المحررة في إطار الخطة الشاملة للتحالف العربي لإغاثة الحديدة والمناطق المحيطة بها بما يسهم في استقرار الوضع الإنساني الراهن. ويأتي إسقاط السلال الغذائية كمرحلة أولى من المساعدات التي تتضمن المواد الأساسية والدقيق وحليب الأطفال والمياه المعدنية بطريقة آمنة ودقيقة في المناطق التي يعيش سكانها أوضاعا إنسانية صعبة. وعقب عملية إسقاط المساعدات مباشرة بدأت فرق الهلال الأحمر الإماراتي توزيع السلال الغذائية والسلع الأساسية على أهالي شمال مديرية التحيتة المحررة. مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن سعيد الكعبي قال إن توزيع المساعدات الإغاثية والغذائية على أهالي المناطق المحررة بمحافظة الحديدة يأتي لمساعدتهم على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة بعد سنوات من تجويع وحصار ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لهؤلاء المدنيين الأبرياء، مشيرا إلى استمرار عمليات إسقاط المساعدات الإغاثية جوا على سكان المناطق في الحديدة لمساعدتهم على تخطي الظروف الصعبة والتخفيف من معاناتهم. ونتحول إلى العراق، حيث فرقت قوات الأمن اليوم محتجين في مناطق متعددة من محافظة البصرة وألقت القبض على عدد منهم. يأتي ذلك فيما تم فتح الطرق المغلقة والمؤدية إلى حقول ومنشآت نفطية. لا تزال القوات الأمنية تغلق الشوارع المؤدية إلى ديوان المحافظة في منطقة الساعي، كما أنها مستمرة بفرض إجراءات مشددة حول مصارف ودوائر حكومية. يشار إلى أن مناطق مختلفة من البصرة تشهد منذ أيام احتجاجات شعبية غاضبة تطالب بتحسين أوضاع المحافظة التي تعاني من انهيار خدمي شامل، فيما تصاعدت وتيرة هذه الاحتجاجات بعد مقتل متظاهر شاب وإصابة آخرين خلال تظاهرة خرجت في منطقة باهلة القريبة من حقل غرب القرن النفطي. تمكنت القوات الأمنية العراقية من تفجير 80 عبوة ناسفة و8 أوكار، إضافة إلى تدمير مخبئين و4 أنفاق خاصة بتنظيم داعش الإرهابي شمال بغداد. كما بدأت قوات البشمركة الكردية والقوات الخاصة العراقية وقوات التحالف عملية تطهير لجبال بلدة مخمور شمال العراق للقضاء على من يشتبه أنهم من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. رغم تحريره من مسلح تنظيم داعش الإرهابي تضاربت الأنباء في العراق حول مصير التواجد الأمريكي هناك. فعلى الرغم من تصريحات المتحدث باسم الحكومة العراقية في فبراير الماضي ببدء سحب القوات الأمريكية من العراق والخفض التدريجي لأعدادهما، لأن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية صرح أن الوزارة لا تنوي سحب أي جندي أمريكي من العراق في المدى القريب، وأن قواتها ستبقى هناك لأكثر من 20 عاما. وإثر ملاحقة ما تبقى من التنظيم الإرهابي في العراق، بدأت قوات البشمركة الكردية والقوات الخاصة العراقية وقوات التحالف عملية تطهير لجبال بلدة مخمورة شمال البلاد بهدف القضاء على من يشتبه أنهما من مسلحي تنظيم داعش الإرهابية.
وفي جنوب غربي أربيل بنفس المنطقة عمد مقاتلون أكراد وعناصر من القوات الخاصة الأمريكية إلى القيام بعملية تمشيط، حيث ساروا على طول سلاسل جبلية بأربيل في حين جرى إطلاق نار وحلقت مروحيات وطائرات عسكرية في سماء المنطقة. كان تنظيم داعش الإرهابي قد سيطر على بلدة مخمورة عام 2014، لكن مسلحين بالتنظيم الإرهابي شهدوا مرة أخرى هناك وبمناطق أخرى في شمال العراق وأطلقوا هجمات تعتمد على الكر والفر. وشهدت مخمور مواجهة قصيرة بين القوات العراقية والكردية الخريف الماضي، حيث أن وضعها الأمني هش، وذلك بسبب وجود فصائل متحالفة تشكك في بعضها البعض، ويحاول المسلحون استغلال ذلك الوضع لصالحهم. أعاد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ورئيس الإريتري إسياسي أفورقي افتتاح السفارة الإريترية في أديس أبابا في إشارة جديدة على تحسن سريع في العلاقات بين الدولتين. كان الزعيمان قد أعلنا الأسبوع الماضي انتهاء حالة الحرب بين البلدين التي استمرت عقدين، ويعملان منذ ذلك الحين على تعزيز التقارب بينهما. في إشارة جديدة على تحسن سريع في العلاقات بين الدولتين، أعادت إريتريا فتح سفارتها في إثيوبيا بعد أقل من أسبوع على إعلان الدولتين انتهاء نزاع استمر عقدين من الزمن وحرب قتل فيها عشرات الآلاف. وفي مراسم رسمية، أعاد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس الإريتري إسياس أفورقي فتح السفارة الإريترية في العاصمة أديس أبابا، ويرى مراقبون أن تحسن العلاقات بين البلدين سيساعد إريتريا على تجاوز عقود من العزلة. وبالنسبة لإثيوبيا، هذا البلد غير الساحلي الذي يعيش فيه 100 مليون نسمة، يرى رئيس وزرائها أن ذلك التقارب سوف يسمح باستعادة الكرامة. سوف يساعد التقارب بين الشعبين الإثيوبي والإريتري على جعل هذه المنطقة الإفريقية مفعمة بالسلام والتنمية. أما اللاجئون الإثيوبيون فسوف يعودون إلى وطنهم بكرامة. ورفع الزعيمان علم إريتريا داخل السفارة التي تم تجديدها حديثا، فيما عزفت فرقة موسيقية عسكرية السلام الوطني الإريتري، ثم قام الزعيمان بجولة في المبنى. الجدير بالذكر أن إريتريا انفصلت رسميا عن إثيوبيا عام 1993 بعد معركة طويلة على الاستقلال، لكن الحرب اندلعت بينهما عام 1998 بسبب نزاع على الحدود، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 80,000 شخص. سمحت السلطات الإيطالية لمئات المهاجرين بدخول ميناء بوزالو بصقلية بعد إنقاذهم من قارب في عرض البحر المتوسط قبالة سواحل البلاد. بلغ عدد المهاجرين الذين كانوا يستقلون قاربا خشبيا متهالكا 200 مهاجر، ولا تزال المفاوضات الدبلوماسية مستمرة لاتخاذ قرار بنقلهم. نحو 200 مهاجر وصلوا إلى ميناء بوزالو بصقلية على متن سفينة تابعة للبحرية البريطانية كانت تبحر تحت إشراف وكالة حماية الحدود الأوروبية. المهاجرون كانوا على متن قارب صيد خشبي مكتظ ومتهالك قادم من شمال إفريقيا، وتم إنقاذهم في حين لا تزال مفاوضات دبلوماسية طويلة مستمرة لاتخاذ قرار بنقلهم. قارب الصيد أطلقه مهرب بشر يوم الجمعة الماضية من قبالة سواحل ليبيا، وعلى متنه نحو 450 مهاجرا إلى جزيرة لينوسا الصغيرة قبالة صقلية، مرورا بمناطق بحث وإنقاذ في ليبيا ومالطا. كانت إيطاليا قد طلبت من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تقديم المساعدة، قائلة إنها تريدهم أن يتقاسموا عبء استقبال المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط. ويقود وزير الداخلية الإيطالي ماثيو سالفيني المنتمي لحزب يميني متطرف يقود حملة قوية لمنع سفن الإنقاذ من دخول الموانئ الإيطالية، حيث أكد أن المهاجرين لن يسمح لهم بالنزول إلى أراضي بلاده. ووفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، سجلت ألمانيا حوالي 1 مليون طالب لجوء في عامي 2016 و2017، وجاءت إيطاليا في المركز الثاني بحوالي 250,000 طالب لجوء. ومشاهدينا، نختتم هذه الساعة الإخبارية بتذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. قمة بين رئيسين ترامب وبوتين في هلسنكي، وترامب يقلل من سقف التوقعات بشأن نتائج القمة.
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم الاقتصاد المصري. الجيش السوري يعلن السيطرة على تل استراتيجي على مطل على هضبة الجولان المحتل. نهاية هذه النشرة الإخبارية، تحية لكم وإلى اللقاء.